بسم الله الرحمن الرحيم. مادة مبادئ العلوم الاقتصادية لطلاب التعليم المفتوح المستوى الأول الفصل الدراسي الأول. دي المحاضرة الأخيرة. المنهج تم تقسيمه على 4 محاضرات. دي المحاضرة الأخيرة هتعرض فيها للدخل القومي، الناتج القومي وتعريفه، طرق قياس الناتج القومي. الطريقة الأولى هي طريقة تجميع كل قيم السلع، وقيمة السلع بجيبها بضرب الكميات في الثمن. الطريقة الثانية لقياس الناتج القومي هي طريقة عائد عوامل الإنتاج، بجمع فيها عوائد عناصر الإنتاج الأربعة اللي هم عائد عنصر الأرض وهو الريع، زائد عائد عنصر العمل وهو الأجر، زائد عائد عنصر رأس المال وهي الفايدة، زائد عائد عنصر التنظيم وهي الأرباح. بجمع عوائد بحصل على الناتج القومي. الطريقة الثالثة لقياس الناتج القومي هي طريقة الإنفاق، وفيها بنجمع الإنفاق على الاستهلاك زائد المنفق على الاستثمار زائد كل الإنفاق الحكومي بشقيه سواء استهلاكي أو استثماري، زائد صافي الصادرات اللي هي الصادرات ناقص الواردات. وفي عندنا مثال محلول بيوضح الطريقة. وبكده يبقى انتهينا من مادة مبادئ العلوم الاقتصادية لطلاب التعليم المفتوح. احنا المقرر عندنا هو ال4 محاضرات دول بس. المفروض الطالب يركز على نظرية الطلب، نظرية العرض، والتوازن. دول مسار الامتحان بتاعنا.